مساء الخير على حضراتكم، وأهلا بيكم يا غاليين في حلقة جديدة من لايف مع الجريء. هذه حلقة مسجلة لأخبارنا اليوم وكل يوم. أهلا بيكم في برنامجكم المفضل، ونبدأ حلقة الليلة بعناوين الأخبار. فضيحة عباس مع الوزير ومصطفى، الزمالك مشاع للرعاع، يا كذاب شيل إيدك، مصطفى فتحي هو سيدك، مبروك التجديد للكابتن وصمام الأمان، الفراعنة جاهزين بالمسحة فرحانين، قرار غبي بتجميد نجمين في الزمالك، كل شيء عن تدريبات واستعدادات الزمالك، ممر شرفي لعبد الشافي وجمعة، مفاجأة في عقد أيمن حفني، خبر صار للاعب الفرق الرياضية والأجهزة الفنية، زيزو يحتفل بعيد ميلاده 26، إصابة شيكابالا بفيروس كورونا، الزمالك ينعي الإعلامي وائل إبراشي، كاف يستدعي الغندور ومعروف لأمم إفريقيا، هجوم البلطقي ضد الوفد الجزائري، 300 مشجع مصري يصلون الكاميرون، وخبر من خارج المستطيل الأخضر، وزير الداخلية ومنتدى شباب العالم 2022. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم الأخبار بتفصيل يا أجمل ناس في الكون. نبدأ حلقتنا الليلة بدستور الجريء. ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش لونك، ما يهمنيش دينك، ما يهمنيش شكلك، ما يهمنيش جنسك، يهمني قلبك يكون أبيض. المثقفون الرائعون يلتقون في أمسية جديدة من أمسيات الجريء تي في، وبرحب بيكو يا غاليين. اليوم الفيديو مبكرا والأخبار مبكرا، هنكون على هذا العهد يمكن بشفة صفة يومية في هذه الفترة، ولكن البث سيعود إلى مواعيده العاشرة مساء، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. البث اليومي هيكون فيه من اليوم مفاجآت حوالي انتخابات الزمالك، هيكون فيه أخبار وانفرادات، هيكون فيه قانون، هيكون فيه صحة، هيكون فيه رياضة، هيكون فيه انفرادات، هيكون فيه أشياء كتيرة جدا جدا. البث يعود إلى موعده في العاشرة، ولكن يسبقه بساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، ساعة، نص ساعة، حسب وقتنا وحسب شغلنا وحسب انشغالاتنا في أعمالنا الخاصة. هيسبقوا الأخبار والانفرادات اليومية اللي حضراتكم واخدين عليها، فتابعوا الأخبار تنزل الساعة 4 5 6 7 8 زي ما يكون 9، ولكن البث في مواعيده على 10، انفرادات في العاشرة، أخبار، كوميديا، نجوم، فن، صحة، انتخابات الزمالك، ملف ساخن اليوم حول انتخابات الزمالك اليوم وكل يوم، مفاجآت في الاستوديو التحليلي. إن شاء الله الجريء كما عهدتوه صوت الحق، صوت جماهير الزمالك. النهاردة هنتكلم في موضوعات كتير، هنفتح قضية مصطفى فتحي، هنكشف التلاعب في نادي الزمالك، إيه اللي بيحصل ده، إيه اللي بيتم ده، أشياء كتيرة جدا هنتكلم فيها، خليها ناخدها بالدور شوية كده وشوية كده. نبدأ فقرتنا الأولى بأجمل تعليق، تعليق بيقولها من الأستاذ أنطون، بيقول سبب الهجوم على لاعب الزمالك هي اللجان الإعلامية المأجورة التي يدعمها أفراد يتشدقون بحب الزمالك، ولكنهم لا يهمهم إلا مصلحتهم الشخصية دون اعتبار لمصلحة نادي الزمالك. شكرا لقناة الجريء ولك أخي الجريء في كل ما تبذله من أجل كشف هؤلاء الكارهين لأنفسهم ولنادي الزمالك، من أجل توعيتنا وتثقيفنا لنكون حائط صد لمخططهم الشيطاني، والله فوق الجميع. وليد سنبل بيقول كل الشكر والتقدير والاحترام للجريء، يا أحلى جريء في الدنيا، وانت أحلى سنبل في الدنيا، ومبروك اختيارك عضو في مجلس إدارة مؤسسة الجريء العالمي. أستاذ محمد اليماني بيقول ربنا يوفقكم جميعا ويحفظ القائمين على قناة الجريء المحترمة والمخلصة جدا، نشكرك يا بطل الأبطال. عفو محمد، مساء الورد والياسمين على أحلى جريء في الدنيا، أحسن إعلام في العالم، أنضف بني آدم في الدنيا، مصطفى فتحي ده ابننا وكل اللي شدموه دول مأجورين وأبيضة بتوع سبوبة، أحسن يا أجمل وأحلى وأروع صديق في الدنيا. أستاذ إسماعيل السيد بيقول تحياتي وتقديري لك أخي الجريء المحترم الخلوق الغالي،
أنا لم أشاهد غير قناة الجريء، قناة الحقيقة والصدق. لك كل الشكر والتقدير والاحترام، أنت وضيوفك المثقفين الرائعين، ومجهودك في إدارة الحوار الممتع والمفيد. أشكرك على دفاعك عن الكيان بكل صراحة وصدق. فعلا قناة الجريء قناة الحقيقة والصدق بدون مجاملة، لأنها دي الحقيقة، واللي يقول غير كده يبقى لا يفهم أي شيء، يدور على قناة تانية. أشكرك على ذكائك، كأنك تقرأ ما يدور في عقولنا. أشكرك أنت وضيوفك المثقفين الرائعين، أشكرك على مجهودك، جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا ويديم عليكم الصحة والعافية طول العمر، اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا أستاذ إسماعيل السيد، أنت والله المحترم وأنت الرائع. ده كان نموذج سريع من التعليقات، ولكن بكرة إن شاء الله نحاول ناخد تعليقات أكتر. بس أخص بالذكر التعليق الأخير للأستاذ إسماعيل السيد، اللي طبعا هو بيشوف، أنا عارف اللي هو بيشوف أماكن تانية، وكان له صولات وجولات في الرد على المأجورين اللي كانوا بيحاربوا قناة الجريء. فعلا فعلا اكتشفنا لأن احنا في يعني مصادر وسط الناس دي، ومصادر وسط اللجان الإعلامية بيحكي لنا دايما الحقائق ونحن نثق بيهم. الغيرة من قناة الجريء هي سبب الولع، الغيرة، لأن قناة الجريء فيها العالم، فيها المثقف، فيها الطبيب، فيها الطبيبة، فيها الفيلسوفة، فيها الكاتب، فيها الروائي، فيها أعضاء جمعية عمومية بالألاف، فيها إعلاميين، فيها محاسبين دوليين، نجوم من أمريكا ومن كل بلاد العالم والدول العربية، فيها عرب يعني سودان وجزائر وتونس ومغرب ودول الخليج والمملكة العربية السعودية طبعا، وفلسطين الحبيبة والناس الجمال اللي فيها، من كل حتة ومن كل لون، شباب وبنات، كبار وصغار، فنانين موهوبين. الغيرة قتلت الناس يا جماعة، بدل الناس ما تحاول تحسن من نفسها وتحسن من أخلاقيتها، الغيرة موتتها. لكن طبعا الله لهم بالرصاد، والله فوق الجميع. وبشكر أستاذ إسماعيل السيد اللي فاهم وواعي زيه زي ناس كتير، فهم دور قناة الجريء ودور الحيادية، وإن إحنا محدش هيقدر يسكتنا قبل. ندخل على فقرة خارج المستطيل الأخضر، واليوم حول وزير الداخلية ومنتدى شباب العالم. احنا نعرف كلنا ان مصر الحبيبة هتستضيف حدث عالمي كبير جدا، العالم كله بيبص لمصر خلال الفترة من 10 ل 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ، النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم 2022. طيب والعالم هو بيبص علينا، واحنا شايفين اللي بيحصل في الكاميرون، واللي بيحصل هنا، واللي بيحصل هنا، واللي بيحصل في اي حته. اما بلد الامن والامان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهناك ايضا وزير داخليه محترم هو اللواء محمود توفيق، اللي عامل شغل ليل نهار للوقوف على محاور الخطه الامنيه الشامله التي اعدتها الوزاره لتامين فعاليات منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعه. العالم والناس اللي ابتدت تزور مصر من كل حته بياكدوا إن مصر هي بلد الأمن والأمان. اللواء محمود توفيق حسب المعلومات التي وصلت لقناة الجريء تفيق، طلع على الخطة خلال الاجتماع الأمني الذي أقيم اليوم لتنفيذ برود خطة تأمين المدينة كلها، مدينة شرم الشيخ بالكامل، خلال فعاليات المنتدى وجاهزية القوات، مشددا على اتخاذ أعلى درجات اليقظة والانضباط والدقة لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفعالية. كلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة جميع المواقف بما يحقق الأهداف الموجودة من الخطط الأمنية. كما أجرى اللواء محمود توفيق بجولة مدنية بنطاق مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعداد أجهزة وزارة الداخلية لتأمين الفعاليات اللي بيجيها شباب من كل أنحاء العالم، حيث تفقد سيادته خلال عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة. ووجه الوزير خلال الجولة باتخاذ جميع التدابير التأمينية اللازمة لظهور مصر الحبيبة من مظهر لائق أمام العالم كله. نشكر معالي وزير الداخلية، وكلنا ثقة في أن مصر بلد الأمن والأمان، هتقضي على أي واحد يفكر أنه يؤذيها ولو بكلمة. ندخل في أخبارنا الرياضية، ووسط الأحداث اللي حاصلة وانهيار البطولة في الكاميرون بسبب مرض كورونا اللي ضرب كل الفرق، نجد 300 بطل مصري أو 300 مشجع مصري بياخدوا الطيارة وبيسافروا على الكاميرون لتشجيع منتخب مصر. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟
ايه الطعامه دي؟ لله الحمد الاستاذ مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون ابلغنا اليوم انه هو رتب استقبال رحله المشجعين اللي هيوصلوا لمؤازره المنتخب المصري امام نيجيريا غدا في افتتاح مشوار الفراعنه. قال كمان ان 300 مشجع هيكون لهم تامين خاص، وهناك اتصالات مع دوله الكاميرون للحفاظ على سلامه ولادنا. ده ايه الكلام ده؟ خصوصا احنا كلنا وصل لنا اليوم الهجوم بتاع البلطجيه ضد الوفد الجزائري الشقيق، دوله الجزائر المحترمه وشعبها المحترم، حاله من الحزن والاستياء بسبب الاعتداء الذي حدث بالامس على بعض الجماهير وعدد من الصحفيين الجزائريين المحترمين، حيث هاجمت مجموعه من البلطجيه بالامس فندق اقامه الصحفيين الجزائريين والجمهور الجزائري واعتدت عليهم بالاسلحه البيضاء. هذا الاعتداء لم يجد اي مقاومه امنيه تنجح في ايقافه، واصيب عدد من الصحفيين الزملاء الجزائريين المحترمين جدا وعدد من الجمهور الجزائري الشقيق. الاتحاد الجزائري اصدر بيان اليوم يندد بهذه الاحداث، خاصه وان تم خلالها سرقه بعض متعلقات وجوازات سفر من الاشقاء الجزائريين. كلنا كل الدعم للاشقاء الجزائريين واخواتنا الجزائريين وزملائنا الصحفيين الجزائريين. علمنا ايضا اليوم ان الكاف استدعى الغندور ومعروف لامم افريقيا، حيث تلقى الاتحاد المصري لكره القدم مخاطبه باستدعاء الحكمين الدوليين احمد الغندور ومحمد محروف لاداره مباراه كاس الامم الافريقيه المقامه حاليا بالكاميرون. البطوله انطلقت بالامس وتستمر حتى 6 فبراير. المسؤولين في لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي قالوا ان 12 حكم اصيبوا بفيروس كورونا خلال الساعات الماضيه قبل انطلاق فعاليات البطوله. وكما اصيب من مصر طبعا الكابتن محمود البنا واحمد حسام طه بفيروس كورونا ويخضعوا حاليا للاجراءات الوقائيه. الفراعنه جاهزين بالمسحه فرحانين. الحمد لله والشكر لله اظهرت نتيجه مسحات كورونا التي خضع لها منتخب مصر من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم سلبيه جميع اللاعبين الحمد لله. قبل مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا المقرر لها 6 مساء الثلاثاء في الجولة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية. البرتغالي كيروش طبعا سعيد جدا النهارده عمل مؤتمر صحفي للحديث عن المباراة ودور القائد محمد صلاح قائد الفراعنة، وراح شاف الملعب هو محمد صلاح، وبالتوفيق للفراعنة إن شاء الله في هذه المباراة. نيجي لأخبار الزمالك اليوم، أخبار نادينا العظيم، أفضل نادي في الكون وأعظم جمهور في الكون. الزمالك ينهي الإعلامي وائل إبراشي. ينهي مجلس إدارة نادي الزمالك بمزيد من الحزن الإعلامي وائل إبراشي الذي وافته المنية أمس، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. المستشار مرتضى منصور قال إن الإعلامي الراحل كان صديقا وفيا ونموذجا للصحفي الشريف الشجاع وكان نعم الاخ والصديق. الاستاذ وائل الابراشي توفى امس عن عمر يناهز 58 عاما متاثرا بتداعيات فيروس كورونا. شيعت جنازته اليوم من مسجد سيدي سالم ابو الفرج بمدينه شربين في الضخه الاهليه. طبعا خالص العزاء للراحل واسرته وللاعلام المصري في واحد من افضل وانبل المحايدين المحترمين. لكن السؤال الى مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار بن قوسين المستشار مرتضى منصور، ليه ما نعتوش المستشاره تهاني الجبالي؟ مره اخرى السؤال موجه الى المستشار مرتضى منصور شخصيا، اللي هو يعني دايما بيقول انا كنت قاضي وكده وحاجات حلوه كده. ليه ما نعتوش المستشاره تهاني الجبالي؟ نتمنى ان نجد رد او يلحقوا ويظهروا بالمظهر الجيد في وفاه واحده من افضل وانبل واشجع السيدات في تاريخ القضاء المصري. إصابة شيكابالا بفيروس كورونا، تعرض النجم والأسطورة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم من الزمالك للإصابة بفيروس كورونا، ويخضع النجم الأسطورة للعزل المنزلي في الفترة الحالية. تلقى شيكابالا بروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وكنا عرفنا أمس طبعا كما انفردت قناة الجريء إنه عنده نزلة برد شديدة، ولكن الجهاز الطبي فضل إنه يعمل مسح كورونا بعد عودته مباشرة من أسوان
إثر الراحة اللي حصل عليها وزياراته الميدانية هناك. وبالفعل أمس تم عمل المسحة الطبية ليه، واكتشفوا اليوم إن عنده كورونا. شفاك الله وعافاك يا نجم النجوم، يا أسطورة حقيقية، يا مارد، يا بطل، يا نجم، يا جميل، يا رائع. شيكابالا أنت في القلب، أنت وجميع لاعبي الزمالك. زيزو يحتفل بعيد ميلاده 26، كل سنة وانت طيب يا أحمد سيد زيزو. أحمد سيد زيزو نجم الزمالك اليوم الاثنين يحتفل بعيد ميلاده 26، هو من مواليد 10 يناير 96. زيزو حاليا مع المنتخب الوطني في الكاميرون، هيقود المنتخب غدا إن شاء الله في منافسات أمم إفريقيا، وهو نجم النجوم الذي برز اسمه واتعرف محليا وعالميا مع نادي الزمالك، وقاد الزمالك للفوز بالدوري، كأس مصر، كأس السوبر المصري، السوبر الافريقي، الكونفدراليه الافريقيه. كل سنه وانت طيب يا بطل. الاتحاد الافريقي لكره القدم عبر حسابه تويتر اليوم هنأ زيزو بعيد ميلاده. خبر صار للاعبي الفرق الرياضيه والاجهزه الفنيه، اصدر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك تعليماته للاداره الماليه بصرف جميع مستحقات لاعبي ومدربي واداري فرق كره السله الطايره المتاخره منذ 6 اشهر، وتم صرف جزء بالفعل وعلى اللاعبين والاجهزه الفنيه، انه من بكره حسب تعليمات رئيس النادي من بكره يذهبوا لصرف المستحقات باذن الله. كمان في الطريق من غدا ايضا كره اليد وتنس الطاوله وباقي الفرق الرياضيه المستحقات المتاخره منذ 8 شهور. وبنرجو من الجميع اللي يواجهوا اي مشكله في صرف المستحقات انه يبلغ قناه الجريء عشان نعلن ذلك غدا، وتسمع اداره الزمالك ان هناك افراد في الإدارة المالية بيخالفوا تعليمات رئيس النادي وما بيصرفوش الفلوس كما تم مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لما المستشار مرتضى منصور ظهر في الفيديو اللي هو كان آخر فيديو مع كارتيرون وقال لهم روحوا واستلموا المستحقات دلوقتي بتاعت الفوز الدوري. وحتى الآن يمكن البعض صرف والبعض ما صرفش، الله أعلم، لكن في بعض اللعيبة راحوا ومحدش صرف أي حاجة. على كل حال بننتظر دائماً الصدق والشفافيه مع كل في كلام كمان داخل النادي لم تتحقق منه قناه الجريء، اذا كان فسيكون شيء رائع جدا ان جميع مرتبات العاملين والموظفين في النادي صرفوا مرتباتهم متاخره بقى لها شهر شهرين حاجه زي كده منذ استلام المجلس، ما فيش حد استلم مرتباته، والاداره اعلنت اليوم انه سيبداوا او بداوا بالفعل في صرف المرتبات. نيجي للنجم المحبوب أيمن حفني. أيمن حفني مصدر مقرب منه أعلن اليوم إنه العقد بتاعه فنكوش، وإنه مكتوب له في العقد، هو راح مضى على بياض طبعا عندما عاد للزمالك وقال أنا نهاية حياتي، الموسم اللي فات لعب شوية، الموسم ده عملوا له عقد جديد. يقال إن مكتوب له، يقال طالما إحنا بنقول يقال يبقى إحنا ما شفناش، يقال إن مكتوب له 500,000 جنيه. على كل حال سنتواصل مع أيمن حفني خلال الساعات الماضية ونعرف الحقيقة. 500,000 جنيه سنويا ده لا يناسب ابدا عقد نجم كبير زي ايمن حفني، خصوصا انه وضع على بياض، يعني عيب جدا. ده في بعض الناشئين جوه نادي الزمالك بياخدوا اكتر من كده بكتير. نتمنى من امير مرتضى منصور المشرف العام على الكره بحكم منصبه، واحمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره بحكم نجاحه في اداره ملفات الطايره والسله خلال الفتره الماضيه، بانهم يعدلوا عقد النجم او يبقى في ملحق زي ما اتقال عن موضوع شيكابالا او اعلان او اي حاجه هتقدروا تتصرفوا هتقدروا تتصرفوا. اليوم كان في تدريبات لفريق الزمالك. في بدايه التدريبات نظم الجهاز الفني ولاعبي الفريق الاول لكره القدم ممرا شرفيا لمحمد عبد الشافي وعبد الله جمعه لاعبي الفريق في بدايه التدريبات الجماعيه احتفالا لهم بأشياء جميلة تمت لهم خلال الساعات الماضية. الممر الشرفي كان في ملعب حلمي زامورة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لكأس الرابطة. جاء الممر الشرفي للثنائي الزمالك احتفالا من الجهاز الفني واللاعبين بتجديد عبد الشافي لتعاقده مع النادي لمدة موسمين قادمين، كذلك احتفالا بعيد ميلاد عبد الله جمعة. كل سنة وانت طيب يا عبد الله يا جمعة، ونتمنى لكل لاعبي الزمالك التوفيق في الفترة القادمة بإذن الله. عبد الشافي طبعا مضى على بياض وقال ان هو مستعد لتخفيض عقده 50% لظروف النادي الحاليه. انت جميل من الزمن الجميل، سيبك انت شايفه، مفيش حد زيك والله.
أما بالنسبة للتدريبات فقد انتظم الكابتن عمر سعيد مهاجم الفريق في التدريبات اليوم، وشارك في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى من البرنامج التأهيلي اللي خضع له خلال الفترة الماضية، وهيكون جاهز إن شاء الله لمباراة كأس الرابطة. كمان باقي الفريق عمل تدريبات تأهيلية بدنية، الكل شارك في التدريبات التي أقيمت على ملعب حلمي زمورة ب100 عقبة استعداداً لكأس الرابطة. الفريق قسم إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات مرونة العضلات، والتاني عبارة عن تأهيل بالكرة من خلال التمرير بسرعة بين اللاعبين في مساحات قصيرة. تولى البرتغالي فرديناندو مخط الأحمال، ومساعده أحمد عصمت مساعد الإشراف على هذه الفقرة. ندخل بقى في الأخبار الساخنة، أخبار نادي الزمالك. بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك. كلام مهم، طلع إن أشرف بن شرقي أخذ قرار نهائي بإنه ما يجددش للزمالك. كتير ناس مقربين من أشرف بن شرقي، كتير ناس جوه إدارة الزمالك بتقول إن أشرف بن شرقي قفل تماما ملف التجديد للزمالك، ويا جمهور الزمالك ما حدش يستنى منه التجديد، هو لاعب محترف ومش شايف الراحة والأمان، والإدارة مش قادرة توفر له طلباته المادية، وهو بيفكر في مصلحته. وده يرجعنا تاني لقصة كلام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللي قال إيه؟ قال أشرف بن شرقي هتمشي هنكرمك، هتقعد هنجدد لك. شيء جميل نتمنى يتنفذ مع كل اللاعب. مبروك التجديد لصمام الأمان. مين صمام الأمان في الزمالك اللي ما بيتغيرش، اللي هو الأسد، اللي هو المرعب، اللي هو اللي خلى كيروش يبقى ملوش أي لازمة؟ هو طارق حامد. يا كيروش شيل إيدك، طارق حامد هو سيدك. فقد حسم مسؤولي نادي الزمالك المفاوضات مع النجم الكبير طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم من نادي الزمالك، واللاعب وافق على كل شيء. احنا يمكن شرحنا الموضوع ده عدة مرات في قناة الجري، هو من نوع بتاع الشيف وشيكابالا والناس المحترمة. تم الاتفاق على كل التفاصيل، هيجدد عقده موسمين، يصبح تاني لاعب خلال الفترة الماضية بعد عبد الشافي. الإعلان سيتم ممكن بعد ما اطلع بالفيديو، يتم بالليل ممكن بكرة، يعني خلال ساعات بسيطة الإعلان عن التجديد لطارق حامد. مبروك يا طارق، أنت ابن الزمالك البر، وجمهور الزمالك ينتظر منك الكثير والكثير. طارق حامد نجم كبير، عقده بينتهي طبعا مع الزمالك الموسم الجاري، من حقه توقيع لأي نادي الآن. طارق حامد لاعب كبير، أفضل لاعب في مركز وسط الملعب في نادي الزمالك أعتقد في تاريخ العصور حتى الآن، يعني من الأفضل عشان الناس ما تزعلش. للأسف تعرض لظلم غير مبرر من كارلوس كروس المدير الفني للفراعنة، واستبعده من أمم أفريقية، وقبلها استبعده من بطولة عربية. ناس تعبانة في مخها، هنقول إيه؟ طارق حامد يمتلك موهبة كبيرة، كمان هو نجم وقائد في الملعب، هو يعني حاجة جميلة من الزمن الجميل. مبروك الزملكاوية التجديد لطارق حامد. كمان بنبارك لكم التجديد للكابتن. والكابتن مين النهارده؟ الكابتن هو حازم امام. علمنا طبعا من مصادر داخل اداره نادي الزمالك انه تم بالفعل الاتفاق مع الكابتن حازم امام للتجديد مع الزمالك. حازم امام ظهير ايمن ونجم الفريق اللي بينتهي برضه تعاقده مع الزمالك نهايه الموسم الحالي، وافق على التوقيع على بياض بدون اي تفكير. قال الزمالك بيتي وانا جدد له بدون اي مطلب، بدون اي تفكير، ومش عايز اعرف اي ارقام، مش عايز اعرف اي حاجه، انا بجدد. وده هيتم برضو يتم الاعلان عنه خلال ساعات، ربما بعد ما اطلع، ربما بكره الصبح، ربما بكره بعد الظهر، ولكن الاتفاق تم والتجديد والاعلان عن التجديد سيتم لاحقا باذن الله يعني. فمبروك يا زملكاويه التجديد لطارق حامد والتجديد لحازم امام. 1000 مليون مليار شليون شليار 200,000 مليون. مبروك 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 مبروك، أجمل ناس الكون تستحقوا كل شيء جميل. طيب، في موضوع مهم جدا، قول موضوعين، قول ثلاثة، قول زي ما أنت عايز تقول، لازم نتكلم فيهم بشفافية. امبارح من داخل إحدى اللجان الإعلامية، طبعا لنا مصادر في كل حتة الحمد لله، جاءنا إنه خلي بالكو في حملة إعلامية مدفوعة ضد نجم الزمالك وحبة الكريس مصطفى فتحي. خلي بالك، لجان إعلامية هتدخل صفحات جروبات تعليقات
في صفحته في كل حته، تويتر في كل حته، تتحرك تشتمه وتسبه بقلع الالفاظ. طبعا الناس اللي بتتحرك دي قبضه، بس في قطيع بيمشي وراهم ويقلد. اللي مش حاجه يقول لك اللي مش حاجه الباب مفتوح، اللي ما يستحملش ظروف النادي، كلام واطي من ناس ما بتفهمش. الحقيقه ان مصطفى فتحي محترم جدا جدا. مصطفى فتحي حتى الان لاعب في الزمالك وملتزم. مصطفى فتحي في اخر المباراه هو اللي كسب الزمالك. مصطفى فتحي نجم كبير. مصطفى فتحي ما راحش مضى لاي حته تانيه. مصطفى فتحي لما جاله عرض التعاون قال لهم تعالوا تفاوضوا مع الزمالك عشان الزمالك يستفيد مني. طب اللي جت دي هدفها ايه؟ هدفها التخفيف. وهتقعد بقى تلمح ده رايح التعاون على سكه ان هو يرجع في الاهلي وكوبري، ده كله كلام ناس مدفوع لها يا جماعه. اوعى تنساق، اوعى تضرب لاعب في فريقك، اوعى تشتم واحد وانت مش عارف الحقيقه. حضرتك يا اللي بتشتم وانت ما شفتش مغير. ده في ناس قاعده على كراسي، والله الكراسي انضف منهم، ما وراشهم هم غير ان هم يعيبوا على كل واحد نظيف. وصفا فتحي النجم الكبير اللي اسعد محبه الكريز دلوقتي بنشتمه؟ هو احنا غدارين للدرجه دي؟ طب تعالوا نقيس دي على قصه بن شرقي. مش هو بن شرقي اللي اتقال له عايز تقعد نجدد لك وتاخد اللي انت عايزه، عايز تمشي نكرمك؟ هو زيه زيه، بس ده ابننا برضه، وده لعبنا، وده اللي عمره ما قصر مع الزمالك. عيب جدا على فكره. مفضوحين يا كذابين يا كذابين، انا بقول لهم انتم كذابين ومفضوحين من داخل لجانكم الاعلاميه بتسجيلات وبمستندات معروف ان انتم موصيين ان تعملوا حمله ضد مصطفى فتحي. واحنا بنقول له يا كذاب شيل ايدك، مصطفى فتحي هو سيدك احسن. هتفضحك فضحت المطهر يوم تروحوا على المعاش؟ اقسم بالله هتفضح. ما تقربش من لاعب من الزمالك، وقلنا لك بدل المليون مره، لعبت الزمالك خط احمر. مين هو المستفيد؟ اكتب اكتب مين هو المستفيد من الحمله بشتيمه قذره بالام والاب، شتيمه زائد 18 ضد مصطفى فتحي. الناس هايجه. انا وصل لنا الكلام، وانا حذرت الناس امبارح في البث بالليل، ولكن طبعا النهارده انتوا شفتوا حدث ولا حرج في كل حته. الناس هايجه على مصطفى فتحي. طب مصطفى فتحي عمل ايه؟ مصطفى فتحي ما مشيش. مصطفى فتحي موجود، من حقه يوقع لاي نادي، ما وقعش. مصطفى فتحي ما عملش اي حاجه غير ان قال للناس تعالوا تفاوضوا مع الزمالك. والله والله انتوا همج، انتوا ما تخافوش ربنا، انتوا ما بتخافوش ربنا يا اللي بتهيجوا الدنيا ضد الشرفاء. هو كل الناس عندكم مرتشين؟ هو كل الناس عندكم واطيين؟ حرام عليكم، حرام عليكم، حرام عليكم. راعوا ربنا، الانسان اللي بيتظلم ما بيظلمش. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا اخوانا يا زملكاويه، اقفوا جنب لعيبه الزمالك، ما تصدقوش حد، صدقوا اللي بتشوفوه بعينيكم. مصطفى فتحي ولد مؤدب، ابن ناس متربي. عيب ان جمهور الزمالك يشتمه لصالح مين الكلام ده؟ طب ما انتوا هتزهقوه وهيمضي ويمشي، وبعد ما يمشي يروح اي نادي؟ ما انتوا السبب، انتوا اللي بتشتموا، انتوا اللي لجان اعلاميه غوغائيه مرتشيه بتحرككم. احسبوها صح، احسبوها صح. شوف مين بيلعب مينا، مين عشان مصلحته وعشان الكرسي عايز يهد لعيبتنا الواحد ورا التاني. ده احنا عندنا بلاوي بالمستندات لو اتقالت هتخلي الناس دي ما تطلع من بيتها والله. ولكن احنا على العهد بقى، احنا في دار مصطفى فتحي، وهنقلب الدنيا، وممكن نبعت الحاجات اللي وصلت لنا عن طريق اللجان الاعلاميه اللي بتتحرك بتشتم كل انسان محترم، نبعتها للفيفا، ووقتها بقى الفيفا هيتدخل ويلم الناس دي ويحطها. لا بقى ايه، بلاش، هنبعتها لاجهزه محترمه في الدوله، نقول لهم بصوا شوفوا مين اللي بيدير الدوله، اللجان الاعلاميه ولا اجهزه الدوله؟ لموا نفسكم احسن. ومره اولى وثانيه وثالثه، لعبت الزمالك خط احمر، لعبت الزمالك رباط، لعب في الزمالك خط احمر. حسبنا الله ونعم الوكيل. مصطفى فتحي هو سيد اي حد، واللي يشتم مصطفى فتحي ما ترباش، ما تعلمش الادب. اللي يشتم اي لاعب في الزمالك طالما بيرتدي فانيلة الزمالك ما ترباش وما تعلمش الادب. قول لي رايك بكل صراحه، هل عشان مصطفى فتحي ما قبضش بقاله فتره طويله وقال للناس تعالوا تفاوضوا مع اداره الزمالك يتشتم؟ والباب يفوت جمل، وابن مش عارف ايه، وابن مش عارف ايه، واللي عالجناه على سنه كله كذيب والناس مش فاهمه حاجه، وهي الناس بتسمع وتنقل.
بقينا قطيع، بقينا الجنب اتحركنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في اي حد ما عندوش كرامه بيقلد وبيشتم اي لاعب في نادي الزمالك. على كل حال منكم لله يا عبد الكراسي. نقول كمان قرار غبي بتجميد نجمين في الزمالك، هناك ضغوط حاليا على كارتيرون من اجل تجميد نجمين مصطفى فتحي واشرف بن شرقي. معرفش كارتيرون بقى القرار من دماغه ولا هيعمل ايه، ولكن هناك ضغوط عليه جمدهم لان اشرف بن شرقي مش راضي يجدد ومصطفى فتحي جاي له عروض. فانا بشوفه قرار غبي. ليه قرار غبي؟ حتى لو اللعيبه دي ماشيه استفيد بيهم 6 شهور، انا بنجيب لاعب بندفع له قد كده وما بستفدش. يا ما جبت صفقات فاشله، يا ما ورطت النادي في 18 19 قضيه بالفيفا. ليه لما يكون عندنا 2 لعيبه بماركت مصطفى فتحي واشرف بن شرقي نجمدهم؟ هيتجمدوا ايه؟ هيقعدوا كام؟ 3 اشهر 4 اشهر وهيروح يتالق في اي حته، بس مش هينسوا لكم ولا جمهور الزمالك هينسى لكم ان انتوا ابعدتوا موهبتين عن الزمالك. فاي قرار غبي يصدر من كارتيرون او اي حد يضغط على كارتيرون بتجميد مصطفى فتحي واشرف بن شرقي هنكون له بالمرصاد، وجمهور الزمالك المثقف المحترم هيكون له بالمرصاد. انا شايف لو في الزمالك بيه راجل رشيد، حد محترم، حد بيحب الزمالك، هيجدد للثنائي دول. على كل حال ماتش الزمالك مع ام بي يوم الجمعه الجاي ان شاء الله هيبان، وهنشوف هتقدروا تجمدوا افضل نجمين في الزمالك ولا لا. ندخل على فضيحه بجلاجل بجلاجل. الفضيحه بطلها الاستاذ ممدوح عباس، وبطلها الدكتور أشرف صبحي، وبطلها الأخ حسن مصطفى. ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحالي، حسن مصطفى عضو اللجنة الأولمبية الدولية وسلامتها أم حسن رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وحاجات زي كده. مين اللي كشف عن الفضيحة عشان قبل ما نتكلم فيها؟ اللي كشف عن الفضيحة ممدوح عباس. قال إيه ممدوح عباس؟ قال لن تكون هناك انتخابات لنادي الزمالك في ظل هذا التنطع والفوضى. ماشي يا سيدي، ده رأيك. انتخابات نادي الزمالك لابد أن تجرى طبقا للوائح، لوائح أقرت واحتراما لأعضاء الجمعية العمومية ومحبي وعشاق نادي الزمالك. تمام يا سيدي، ده رأيك برضو مش هنعلق عليه. أما التعجل بدعاوى الانتخابات كما لو إنها لعبة أطفال يحاولون إرضاء البعض بها، ووصل هذا لا يليق بكم ولا يليق بنادي الزمالك. لحد كده وممكن اقول له ماشي، مش هعلق على كلامه، وده رايه زي ما اي حد في الدنيا له حريه الراي ويقول. قول رايك وانا من منبر الحريه بقول انا كمان رايك. ولكن هنا بيقول ايه؟ اريد ان يعلن اشرف صبحي عما قاله له كابتن حسن مصطفى علانيه في عزاء الاستاذ ابراهيم حجازي اذا كان لديه الشجاعه، وإذا لم يعلن فسأعلن أنا. كلام كبير وكلام خطير، لازم نقف كده ونفكر. ممدوح عباس مش صغير، وإحنا عارفين دوره في نادي الزمالك سواء في الهدم أو في الهدم أو في الهدم، يعني هو في حتة الهدم ما شاء الله شغال، الله ينور. إحنا مش ضد حد برضه، عشان ما حدش برضه يفهم كلامنا غلط، لا مع حد ولا ضد حد، إحنا مع الكيان، واللي بيقرب من الكيان بنلبه. فاحنا شايفين دلوقتي في لعبه ان مفيش انتخابات، او في لعبه بتتلعب علينا احنا مش فاهمينها، ما يا اما احنا بهايم يا اما الناس التانيه دي كلها بهايم، وحاشا الله ان احنا نطلع بهايم. احنا جمهور الزمالك والمثقفين اللي بندافع عن الكيان بدون طموح في كرسي وبدون طموح في اي شيء، مش بهايم ومش بننسق. دلوقتي ممدوح عباس بيقول ان كان في عزة الأستاذ إبراهيم حجازي الإعلامي الكبير رحمة الله عليه، كابتن حسن مصطفى وصل له كلام من أشرف صبحي، وهو بيقول له لو أنت ذكر يا أشرف صبحي قول الكلام اللي أنت قلته لحسن مصطفى، وإذا أنت ما قلتوش أنا هقوله. طب إحنا بقى بنقول للدولة تجيبكم كلكم وتشوف إيه اللي بيتقال وإيه اللي بيتظبط للزمالك، ما واضح ان احنا نازلين على حفرة ملهاش اول ولا اخر. فاذا كان الاستاذ اشرف صبحي بيخطط لشيء
ضد الزمالك، فاتفضل يقول يمكن يعجبنا الشيء ده وندعمه. ما احنا قلنا من يومين احنا مش عارفين نحبك ولا نكرهك. شويه يضحكوا علينا ويقولوا لك اقرا اشرف صبحي نكرهك، وشويه يضحكوا علينا يقول لك اكبر داعم للزمالك وحبيب قلبي ونين عيني نحبك. بس ايه اللي انت قلته لحسن مصطفى؟ وحسن مصطفى ده اكبر عدو للزمالك. وايه السر اللي وصل لممدوح عباس؟ وممدوح عباس يعني ما شاء الله اللي بيعمله في الزمالك. انا عايز افهم، انا مش عايز اجرح في حد، ومش من النوع اللي اتهم اي حد باتهامات بدون دليل. انا عايز اعرف السر ده بقى، هموت واعرف السر. انتوا برضو اخواتي اللي بتسمعوني دلوقتي، تتوقعوا ايه اللي قال له؟ ايه مثلا اشرف صبحي ميل على حسن مصطفى، او حسن مصطفى ميل على اشرف صبحي وقال له تربت تربت التتوت، هياخد الشلوت مثلا؟ اشرف صبحي ميل على حسن مصطفى، او حسن مصطفى ميل عليه وقال له ها 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 انا اللي ممشي الرياضه المصريه؟ اعتقد ان حسن مصطفى ممكن هو اللي يكون قال له. حسن مصطفى ميل على اشرف وقال له ها ها انا اللي بدير الرياضه المصريه، وانا اللي بدير الحكومه المصريه، وانا اللي بدير السياسه المصريه. يعملها، قادر ويعملها. اقول لكم الدليل، طلع في التلفزيون كذا مره وقال انا اللي قلت للرئيس انه يشيل مرتضى منصور. طبعا احنا مش ضد، احنا ضد الكلام ده. اي حد يحط اسم الرئيس ينسى ينسى، زي ما برضو احنا هاجمنا المستشار مرتضى منصور لما قال لك الرئيس رجعني في قعدته مع الناس لما رجع النادي. مرفوض مرفوض اي حد يتمسح باسم الرئيس. فزي ما بنهاجم حسن مصطفى على الكلام الفاضي اللي عمله، بنهاجم المستشار مرتضى منصور على الكلام الفاضي اللي عمله. ما تتمسحوش بالرئيس، خليكم انتوا في مشاكلكم مع بعض. فهل حسن مصطفى قال له تيت هيطير وتوتوت مفيش انتخابات، ولا اشرف صبحي قال له ده فيلم عربي وهتشوف هنعمل فيهم ايه، وصاحبك هياخد بالشلوت؟ مش عارف يعني، هي حاجه في الحدود دي بس كده يعني. ايه اذا ما اشرف صبحي ما قالش يبقى ممدوح عباس هيقول؟ ولا الصفقات هتشتغل النهارده بالليل يقول له كتم وقفل وانا كمان هقفل، واللي بينهار هو جمهور الزمالك واداره نادي الزمالك ونادي الزمالك نفسه. للعلم احنا كل الاشخاص اللي على الساحه احنا مش بنحبهم وشايفينهم اسوأ شيء في الزمالك. يمكن العنوان اللي كاتبينه في اخبارنا اليوم بتاع الزمالك مشاعل الرعاع يقول لكم موقفنا من كل الوجوه العاكره اللي احنا شايفينها عليه. ده موقفنا الحقيقي وموقف كل زملكاوي شريف. عيب عليكم والله، عيب عليكم. على كل حال انا عجبني الكابتن احمد عيد عبد الملك الرد. طبعا احنا محليه الرد للكل، واي حد بيقول حاجه بنقولها. قال ردا على الكلام الاستاذ ممدوح عباس بيقول حسن مصطفى اللي بيمشي، بيقول يبقى حسن مصطفى اللي بيمشي الرياضه المصريه وبيتحدى الناس ويقول الوزير علنيه قدام كل الناس كده ان مفيش انتخابات وبتحدى القضاء. اللي احنا عاوزين نعرفه قال له ايه؟ والاستاذ ممدوح لو حضرتك بتحب الزمالك زي ما بتدعي كنت قلت، وانا عارف انك مش هتقول علشان انت مش عاوز استقرار النادي اصلا. كلام محترم جدا من احمد عيد عبد الملك، بحييه وبشكره وطول عمره نضيف. بس احنا بنقول يا جهابذه يا عتاه يا اللي الفلوس والكراسي عامتكم كلكم كلكم كلكم، يا اللي مفيش فيكم ذكر اتبرع بجنيه. والله ما سمعنا ان واحد اتبرع بجنيه الزمالك، بس هو كل همهم ان هم يخلصوا على بعض. ارحمونا يرحمكم الله، ارحمونا من لجانكم الاعلاميه اللي راحتها نتنا. على فكره في قلب لجانكم الاعلاميه في ناس بتوصل لنا كل حاجه، والله اقسم بالله ولو طلعنا كل حاجه هنسلمها لقيادات كبيره في الدوله. لموا نفسكم، لموا نفسكم احسن لكم. فكروا ان القبر رجلكم قربت من القبر. ده الراجل الله يرحمه اللي توفى عنده كم 50 سنه، شباب بتوفى، الولد اللي توفى وهو بيلعب كوره في احدى قرى محافظه المنوفيه اللي اتكلمت عليه في احد في الاخبار من 3 ايام، عنده 21 سنه. انتوا ما بدوش تخافوا، انتوا حب الكرسي بتعبدوا الكرسي اكتر ما بتعبدوا ربنا. انتوا اي حد بقى عندكم دلوقتي مرتشي وحرامي؟
اي حد بيخالفكم الراي، انتوا عايزين تعملوا فينا ايه؟ ما تحلوا عننا كلكم كده، كلكم. خلينا نشوف وجوه جديده كده وشباب حلو يديروا النادي. على فكره، على فكره والله، والله جايين لكم ايام سودا. اشكر حضراتكم كما اكدت ليكم البث في موعده اليوم الساعه 10، ده بس الاخبار او يعني ده فيديو الاخبار. هننفرد يوميا بالاخبار لحضراتكم عشان الاخبار بتعجبكم، ولكن باذن الله كما تعودتوا البث في العاشره النهارده هنفجر عده قضايا جديده عن انتخابات نادي الزمالك. هيكون في حوار، هيكون في استوديو تحليلي، هيكون في فقره قانونيه، هيكون في فقره طبيه، هيكون في فقرات عن الاعشاب، فقرات عن احد النجوم اللي بتقدمه زموره الجميله، هيكون في وفي 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 قناه الجريء بتضم خيره المثقفين، واذا كان في حد مش معانا فاكيد هو مش مننا، مش من ضمن الجو ده النظيف. مره اخرى بقول ان خالد الجريء بتضم العالم، الطبيب، الطبيبه، الفيلسوف، الكاتب، الروائي، الاعلامي، النجم، المدرب، اللعيب، اعضاء الجمعيه العموميه، والله بالالاف عندنا. احنا بنضم الصفوه ودايما على قد ما نقدر بننظف، وهدفنا واحد وعي احسن من مليون واحد مش واعي. وقارن، اقعد معانا واحضر معانا وروح احضر في حته تانيه. اذا لقيت النقاء والنظافه بتاع شباب وبنات ونجوم وكبار واساتذه وموهوبي قناه الجريء، اذا لقيته في اي حته تعال خد مني مليون دولار هديه. تحياتي لحضراتكم واشكركم، مستني تعليقاتكم على هذه الاخبار، مستني ارائكم بكل حريه، طول ما في بيننا وبين بعض احترام اكتب رايك، ما عندناش اي مشكله. اهلا بيك في قناه الحريه، في قناه الصدق، في قناه الشجاعه، قناه الجريء. هنظل محايدين رغم ان هم والله الرعاع قرفنا، بس هنتمنى حايدين لان شعارنا الله فوق الجميع. اشكر حضراتكم.